الجميع مع بداية حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي، حلقة فيها آخر أخبار الطلاب بآخر أسبوع إلن. وما تنسوا أنه بسهرة الجمعة طالب من بين هايدي، مروان، محمد ونسيم رح يفوز باللقب بفضل تصويتكن. بداية حلقتنا مع آخر حصة من الماركة الشخصية مع ميلاد حتشيتي يلي تحدث مع الطلاب عن هالتجربة بشكل عام وعن المشاريع المستقبلية. رجعوا صباح يا عم، اشتقنا لكم. جود، كيفك شلون؟ يهاب كيفك؟ هينا صباح، اشتقنا. جود انت اول از جود. اهلا حمد، كيفك؟ ما اشتقت لك. هاي دي زبا، ماشي الحال؟ تمام، جود. هاي يوسف، كيفك؟ تمام، ماشي الحال؟ كيفك؟ جود. على مين بعد؟ دينا اللي وحشة، ماشي الحال؟ ماشي جود. شو علمتك تجربة ستار أكاديمي؟ علمتني الصبر، اني اصبر يعني شوي تقبل العالم مثل ما هي. مثل ما هي، حلو كثير، حلو. يعني مهم انه نتقبل العالم مثل ما هي، لانه العالم كلها ما راح تكون مثلنا. اذا ناطرين العالم تتصير مثلنا تنتقبلها من رح نوجع راسنا كثير. صح، ما بال مثله هيك. زدت الثقه بنفسي. باي معنى؟ بمعنى انه كاريزما. انا قبل كنت كثير يعني انه اخجل غني قدام شخص واحد، يعني ما كنت ابدا متوقع اقدر غني قدام 800 شخص وعندك مدري كم ملايين عم بيحضروا على التي في. فصرت مرتاحه اكثر لما مثلا اكون مع جروب، كون هيك صرت انا نفسيا يعني مرتاحه اكثر واعرف كيف وهيك. قبل ابدا ما جري. انا اول شيء تعلمته من الاكاديمي هو انه عرفت نقاط ضعفي بالضبط، واخذت فكره عن المجال، يعني اني كنت يعني نجهله ممكن داخله يعني بصوت بس او يعني انا صوت وداخله في البروجرام، يعني عرفت اشياء انه عن كل عن كل هالمنظومه خفيت بالمجال واخذت يعني ثقه اكثر. بحبكم كلكم. علمتني اميز بين الاشخاص قوي، يعني بقيت دلوقتي بقدر من نظره واحده اعرف الشخص اللي قدامي كويس. في الفن بقى عموما يعني ادتني ثقه اكتر في نفسي، وانا كنت محتاجه الثقه دي. جري، وتخلصت من الخوف، ويمكن اخر كام برايم لاحظت كيف صار كله اختلف. صوتوا رقم واحد. يوسف، انت عشت يعني بنقول اسبوع بس كانت كفيله بانها تعلمك شيء اكيد، لانه اكيد كفيله انه علمتني بعد ما طلعت. اوكي، لانه انت اللي براجعتك هلا حدا ثاني كمان. اكيد مو قصه انه بس تعلمت كثير بعد ما طلعت. اول شغله اني اعتمدت على حالي بشكل تام، لاني بعد ما طلعت استقليت عن اهلي انه تماما. تعلمت انه ما بيحك جلدك غير ضفرك عن جد. اذا انت ما اعتمدت على حالك في اشخاص بيساعدوك، في اشخاص بهي، بس بالنتيجه الواحد هو بده يتعب. صح، لحتى والله تعلمت اشياء كثيره يعني. بدي اشوف هو انا يعني نسيم تكلم في النقطه هذه انه لو كان عندك طموح بالتخطيط بتوصل، لو كان قدامك كل المشاكل وكل يعني احنا دخلنا بالاكاديميه وكان في منافسه، هي منافسه شريفه على العموم، بس بتعلمك انه لازم توصل للنجاح وكيف توصل للنجاح لبرا، الناس اللي برا. والحمد لله. والشيء الثاني اللي تعلمته انه في، وهذه تجربه صارت لي لما طلعت، انه في اشخاص بينتظروا بس يبتسموا ولا بيضحكوا ولا تدخل عليهم السعاده من شخص واحد. فانه لما يكون انت الشخص اللي ينتظرون الناس انك انت تدخل عليهم السعاده ببيتهم، فهذه بالنسبه لي كانت اكبر نجاح. تعلمت الاصرار. كما كنت عارف ان احنا عندنا في المغرب تيقولوا محاشي تقبلوا شباب مغربي، كيقولوا مستحيل تقبل شاب مغربي، والحمد لله يعني كان عندي واحد الاصرار وجيت هنايا وتقبلت.
الحمد لله جيت هنا تعلمت نسامح، تعلمت نحب الناس، حسيت بالوطنية ديالي هنا، حسيت براسي مغربي، حسيت بالمغربية ديالي هنا. يعني في المغرب في بلدك يعني انت في لبنان ما كتحس براسك هاد، صح فهمتيني؟ ملي كتغرب تحس براسك تحس بالوطنية ديالك، تحس حامل معك يعني. الحمد لله وصلت الرسالة ديالي، والحمد لله من بالنسبة لا بالنسبة لهنا ناس أكاديميين ناس برا كيبغوني بزاف، لا بالنسبة للكرو هنا تيبغوني، وهادشي اللي هادشي اللي جيت على قبله، جيت بغيش باش يبغوني الناس، وجيت باش نوصل اللهجة ديالي والتراث ديالي المغربي. والحمد لله تعلمت بزاف د الحوايج واستفدت من هاد. برافو. انتو كناس من جوا معدنكم حلو، شو طلع وشو فات وشو صار والاخبار، هيدا كله هيدي هي الحياة. بس لازم نعرف انه نحن بنحكم على معدن الانسان من جوا، ما بنحكم عليه لا على تصرفاته ولا لا على اذا لابس جاكيت حلوه او صوته حلو. ميلاد ميلاد ميلاد. يلا وين بدنا ناخذ سلسله؟ يلا تعالوا ناخذ سلسله. اربعه يا اربعه وعشرين. ثانك يو. اول بريك بحلقه الليله وبنرجع نحن وياكم. منتابع حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي. مشاهدينا خلوا نجمكن يلمع وصوته لهايدي من مصر على الرقم 1، مروان من لبنان على الرقم 2، محمد من مصر على الرقم 3، ونسيم من تونس على الرقم 4. بتي زارت الطلاب لتقدم لهم حصة جديدة من المسرح. أنا أضرب شاتلك أمي. أنا كمان. كيفك أمي؟ حبيبتي الحمد لله على السلامة. جيب لك ماشي الحال حبيبتي. شفتي أنت دخلت جوا ولا؟ لا شوفي. مين ما بست بعد هو؟ حنان تظهري لبرا؟ ظهري لبرا. الله. بس عندي شيء، عندي شيء. مدام بدي عندي اقتراح. لأنه خلصت حصتنا البروجرام خلص. إنه طلعت لبرا وشفت إنه عندي كثير فانز وهيك. شفت حالك يعني؟ لا مش شوفت حالي. مش أنا كنت عم أقول لك إنه بس تطلع رح تشوف حالك؟ مش شوفت حالي. بس تطلع رح تنساني، وبس تطلع رح تقول لي إنه خلص هلا صرت نجم. مش قصة نجم. لا. مش عن نجومية، ليك إذا خبرك إياها مثل ما هي. رجعت شفت اللي كنت احكي معه. مين هذا اللي كنت احكي معه؟ انت كنت احكي معه قبل الاكاديمي. انا ما بعرف القصة. انه طيب اذا ما بتعرف انا كنت احكي مع وحده قبل و بس ما بيهمني اعرف اصلا. بعدني بحبه وهيك. مو بيهمني. بس انا كنت ما على بالي اقول لك شيء، بس انه حسيتك لضمير انه يكون مرتاح. بس تقول لك اني عم بضحك عليك. لا بس انه انا بس بدي ضميري انه يرتاح. بس انه ارتاح ضميرك هلا تظهر ما تضلك توجعي لي راسي تليفونات وانت كذاب وهيك الا عم هاي عم بحكيها على الهوا. لا انت صرت هلا مشهور، ما في اتصل فيك يعني ما رح تجاوبني اصلا لك انت كذاب. لا لو ما صرت مشهور ما اجاوبك يعني. بس انه ما في شيء مضايقك انت، انه انا عم بضحك عليك كل الى اربع شهور. لا مش عم بضحك. مثل ما انت كنت عم تضحك علي انا كنت عم بضحك عليك. اوف يعني انا كمان صراحه مثلت عليك هيك بده تي في. شو بدي اعمل؟ ريحت نفسي هيك بده تي في وانبسطنا يعني. يعني في ارجع لصاحبتي؟
اكيد حبيبي يلا هلا خلص انا بطلع اكيد بلاقي يعني انت ما طلعت انا طلعت شفت شوفي عندك بس انت ما طلعت شفت شوفي عندك ما فيك تضمني بس اطلع ان شاء الله يلا باي كنت شو توقعك تيجي يعني عرفت سمعت انك مش رح تيجي اصلا وليش ما غنجيش لانه كلهم كانوا مش حييجوا اصلا وهما انا بغيت نجي ايه علاش ماك محمنيش ما يعني البروجرام تحس ان كذبه البروجرام هذا كيفاش كذبه البروجرام يعني حبيبتي شاركوك طلعوك ثالث برايم خلوك رجعوك هون ما بيهمني ما عنديش مشكل شو ما عندكش مشكله حتى الفانز بلاش بغيت توصل من الاخر حتى الفانز اللي عندك انه كذبه هذاك الفانز تبع كل عام كل سنه يعني على نفس الفانز لكل انت عندك انت فانز واو لا ما عندي فانز انا منين جاني فانز مش سي با لا فان دو موند يعني كانت مرحله حلوه في حياتنا لكن هذا مرحله كذبه مبنيه على كذبه يعني تصوري خلص احنا الاربعه الموجودين حق اسمعينا اللقب و اصلا ليش جايين كان عندك دراستك وعندك لا ما كان قراش انا ما تقراش صيتي فاضيه يعني فارغه يفسر مثلا ليش جاي انت هذا ما كان زقتي بالبيت جيتي لا شكلك بيضحك اجي بدا انت تسحب لك راسك غدي الفينال بتحلمش خلص انا فينال اصلا حبيبي واخا فينال بكي ما غديش لقب حتى لو ما تاخدش اللقب اللقب خلاص جايني من الفانز هاي بلاستيك البلاستيك ولا بالله نفس الشيء ماتير يعني بس ال 25 25 رح يعطيونا احنا لا لا اكثر واحد كنت نكذب هذاك عشان وصلت فينال حباس كان كذاب بشكل هايدي ما توب 1 مرتين مرتين مروان كمان مرتين كل شيء كذبه حسيت وقالوا لي الناس وقالوا لي البروغرام كامل كذبه وما تستحقيش كل هذاك البروغرام كي ما تسوقتش ليه هاني ماشي مشكل هاني اللي مشيتي موراك سد الباب هاني اللي مشيتي موراك سد الباب اسمعني عندي امتي ولا حيتي غادي تدق لادات عندي صديقي يعني طبيب نفساني يعني ما تخليها شخصية يعني بس يعني هو حاب يتعرف عليك يعني عندي طبيب أعصاب يحب يتعرف عليك لأن دمك بارد بزاف وهادشي ماشي طبيعي احنا مغرب عربي معروف عليها لكن انا وصلت صدقت يعني انه خلص كذبه ليش لا توتر حالي يعني راح ارجع دراستي وكمل باقي وهيك شيء ما تخافي ما كلنا وراك كلنا معاك يعني اصلا احنا تكذب علينا نفس الشيء يعني عرفتي كيف مش انت لحالك بس انت حاسك يعني انت اكثر واحدة مضروره من الحكايه حتى يعني نفسيتك مضروره جاتي على الاكاديمي هيك مهايبره و والله سكينة جد منيحة وجهك أصفر حتى يعني أصلا نحن نلم شنطنا وكلنا حنروح على بلدنا نرجع حياتنا طبيعية يلا يتسناونا الناس في المطار أحسن استقبال مين ناس المطار حبيبي فانزاتي فانزاتك؟ فانزاتي وفانزات حنان وإيهاب أنا مصر إن أتعرف عليك الطبيب نفسه. تضربي كمان؟ لا. جديدة. أنت جيت؟ تعال. إيه يا كوكي؟ ضاع. تعملي إيه؟ بص، بس كده. الاستشوار ده. المروحة اللي جوه أنيس أنيس ما تعصبنيش أنا بقالي يومين بعمل فيه أوكي شو بالاستشوار المروحة اللي جوه عايز أشيلها بص أنا عارفة أنت بتحب مابيل يعني وتهتم لأمرها وفاهم مش دخل مابيل بالاستشوار يعني أنا أعصابي تعبت منها يعني قعدت كم برايم هي قعدت كم برايم 10 11 رقصت وغنت وهدي شرقي ولا انت عندك حضور وعندك كاريزما والكاميرا بتحب ليه انا فيها ايه يعني هي فيها ايه عني بص من الاخر انت بتحبيني وانا عارفه ان وانا عارفه عليك حاجات وساكته انت هتساعدني في الموضوع ده ايه انت عارفه عليه هشيل المروحه وهي بتعمل شعرها
اوكي الشراره اللي جوه هتخش شعره تحرقوا تحرقوا والله تحرقوا ومش هتطلع مش هتطلع بقى البرايم الجاي وانا هاخد مكانها معايا عادي بس انا دلوقتي مستقبلي في خطر يعني انا لو ما طلعتش التابلود انا ممكن انهار نفسيا يعني بس انت وصلت الفاينل وخلص وما عرفتش تطلع نومينيه فاينل ايه بقول لك ما رقصتش قبل كده عايز ارقص انت عندك فوق في الاوضه حاجتين انت ما تعرفش عنهم حاجه لو ما ساعدتنيش في الموضوع ده ما انتش جاي برايم الجاي قوم طيب شيل المروحه طيب حشيلها انت خلاص روحي نامي ارتاحي وانا كل اي شيء شلت المروحه واتكلم معاك يلا انا مش عارفه اشيلها من الصبح بس في ايه بتاخد فوق انا قاعده مستنيك لحد ما تشيله وانا هستناك فوق لو لقيت انه تمام و... وهيولع في شعرها هبقى معاك غير كده مش هقدر اساعدك اوكي تسمحيني يا مابل الله حرسني من الركبة حرسني من الركبة كمان مرة رح نتوقف مع بريك ونرجع لحصة المسرح خليكن معنا عودة لمتابعة حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي إذا حابين تعيشوا التجربة مثل طلاب ستار أكاديمي لتكونوا من طلاب الموسم 12 إذا عندكم الصوت الحلو والطموح الكبير ادخلوا على موقع البرنامج www.starakarabia.com قوموا بتعبئة الاستمارة وحملوا فيديو بصوتكم منتابع حصة المسرح مع بيتي يلي خلت الطلاب يتفاعلوا بطريقة مميزة مع بعضهم بدك تعترف له انك بتنقي بتختار معلمة انك مغروم فيها كيف بدك تقلها لمدام ليسلي او مدام كارلا او ما هو ينقي انت انا منقي ايه عم تعترف له انه كيف بدك تعمل قبل ما تفلم الاكاديمي لا تعترف للمعلمة كارلا ليسلي بتنقي انك انت مغروم فيها كيف بدك بده يساعدك هو كيف بدك تعترف رب بيز بيز شو الوضع كيفك تمام عامل ايه شغلك اخبار برا رواق مدام بيتي اه اوكي باجي انا اللي بيشي شو حبك بتحبك انا مدام بدي بس طبعا انت عارف صعب الموضوع صعب لا ما هي مالهاش علاقه بقى يعني انا فاهم بحبها عايز يعني اقول لها اعرفها تحس بالموضوع لان خلاص انا ماشي وطبعا انت عارف صعب الدنيا هنا على الهواء وبتاع ما ينفعش ده يحصل فانت شايف اعمل ايه يعني شايف اقول لها ازاي شايف بتحب مدام بدي جدا تنحبي اصلا ما انا بحبها بس انه انا اللي بحبها ما انا جربت اول شيء جربت مع مين بدي اقول لك مع مدام بيت كلمه بتشبهني فيها بتقول لي عندي ثلاث اولاد اربع اولاد قدك يعني رفضت باك ستيج حكيت رفضت العين على على هو انه بمزح وايه ومدام بيت انه ورفضت ولا كيف رفضت يعني شو رفضت القصه بتاعتك دي لك هي ما رفضت بس انه من تحت لتحت يعني ما بدها انه تجوز وهيك يعني بس ما بدها كرمال الرأي العام شو بدي احكي عنه طب ما هي كان هيك حسيت ممكن تكون قالت لك يعني الرد ده لمجرد يعني انتهزت فرصه ان هو رد مقنع عشان خاطر تعدي الموضوع يعني فانا موضوع انا ممكن اكون شخص تاني بالنسبه لك انت اكبر مني بالعمر بركي ممكن عشان كده بتكلم معك بس انا كلمه بتقلي بنت صغيره بعمرك بس هي دي المشكله انتك انا جربت لعبت على اسلي شوي لسلك قعدت تنوج شوي بس اخر شيء خلص دايما يعني اغير شوف مدام ماري ببحث عنها مشكله طب مشي معها مدام ماري لا شو مشكلتك ما انا قلت لك يا ما عم تزبط معك بوزيشن ما ما حدا لا زعلانه منها اوكي مدام لسلي ماشي دي على جنب ما اوكي ممكن بس مدام بيتي اول شيء هي مدام بيتي ايوه بس اسمها مدام بيتي يعني طيب مدام كلوديا يعني انت قولي لو تم مدامات برضه انت ايه مشكلتك مدام كلوديا لا ما ينفعش ليه ما تمثيل وبتاع مثل عليك تضحك علينا ممكن ترد عليها برضه ما بحبهاش انت عارف طب خلص مدام بيتي مدام كارلا مدام كارلا منيحه لا صوتها احلى مني لا
عرفت عم سلم عليها ما بدي على مدام بنتي بعد ما رفضتني وهيك ريحتها عرق عم بقول لك ريحتها عرق شيء بنتي كانت مش حاطه ميك اب ومشي جاي مفرده قافل بس انا ما اشوف عينها كويسه خيم هوا انت بقد بتتحلى على الهوا انا بتحلى على الهوا البنات بيصيروا بنات عنا على الهوا صح يا صح طب احنا عايزين نكلمها بقى في القصه الثانيه اللي انت قلت عليها دي ايوه تهتم بقى بنفسها شويه وقصص يمكن ليك مره ثانيه ما شمات بس انا نهارتها شمات شيء بينتي ماشي يعني دليتي عم طلعت على المسرح عم بغني تعلى وتطع عمر وطلع فيا هي ريحتها ضربة على المسرح يعني دمعت يعني بتعرف ان انا دمع عيوني على ريحه العرق يا ريتني قلت لك من بدري كنت قلت لي ساعتها يعني انت عارف لو كنت ندهت لي مثلا وانت بتسلم عليها وده خلاص كنت غيرت رايي بس ليك انا هيدا الشيء صرت شوف يمكن قبل كنت شم ريحتها بس كنت حبها كنت بتشوف الحاجات الحلوه بتشوف الحاجات الحلوه شو بتشوف الحاجات الطبيعيه هي جايه شويه كده ممكن اسلم عليها وفاهم يعني اسلم عليها بحراره شويه حاسس هنشحط انا وياك لا لا ما تقلقش لا حاسس بس انا من رايي زي ما قلت لك احنا نستنى لغايه بعد البرنامج وكده كده ممكن يبقى في تواصل بيننا ماشي بدك شيء انت منه لا انت بس ما بقى تفكر كثير هلا هلا عرفت انت عرفتيني اصلا خلاص معك شو تذكر الاوتيل ايام الاوتيل اوكي تذكر مره قلت ولدني يعني هلا كيف بدي لك انه بس لحتى كنا نعمل قصه قصه طيب شو بتذكر وقتها قلت لي انه يعني بدنا نتقرب من بعض بالاكاديمي قلت لك لحتى نعمل قصه قلت لك انا كان في بحب انت رفيقتي لا بس انا بحب انت حدا انه بعزه بس رح تحبه وما بحبه لا ما في لا اكذب عليك بس انا بحبك طب شو اعمل لك؟ يعني مو عارف بس بليز قلت لك بس قلت الايد ما بحبك نجرب بس ما بحبك نجرب بس شو بدنا نجرب؟ عم اقول لك انا ما حبيتك خليني ابعد هيك ما مسكت لي ما بحبها ابدا طب انا بحبك شو بتعمل بمصيبتي انا بس فليت اول جمعه كثير تعذبت بعدين انه هيك يعني ما لقيت حدا قبالي على حبيبتي قلت لك يعني وقتها بس انا ما بحب بدنا بس هيك لحتى نعمل هيك انه نعبي الهوا عرفتي شو؟ نعبي الهوا هي هي القصة وقلت لك من وقتها قلت لك انا بحب حدا ولساتني بحبه بس لحتى احبك انه ما واردة ابدا ما خصني انا بالموضوع لك لكن خصمي جارتنا شبك انا بحبك شوف لحالي ما خصني انا اجيت لحتى اشوفك هالخمس دقائق انه قلت بركي بنعمل شيء انه منحل هالمشكلة بس لحتى نضل على هالمنوال كل دقيقة وكل ساعة وكل هاي لا انا عندي شغل وشغلي اهم من هالقصة كلياتها لا بليز اي لوف يو انا ما بحبك انا ما بحبك انا ما بحبك بسطت فيكم قد الدنيا رح اشوفكم بعد اربعة وخميس مش الكل ما بعرف يمكن الفيناليست بيكونوا بال لا موجودين اكيد هون لازم عندنا تابلويات ما ايه لا ما رح انسى اكيد تبوسكم موجود هون باي مدام ميرسي على كل الحياة مدام بدنا نسال شو رايك بالبروموسيون تبعنا امي انت هون ميرسي مدام بدنا نعرف رايك في البروموسيون تبعنا مدام عم بقلي فكر بالموضوع طلعت حاجه من فوقي اطلع شيء باي انا اول مره بس متجنن متجنن من شيء حد خد باي انت ما تقتل بعضكم انت ورفايل فرقوا يا حبيبي خير الكلام ما قل ودل ثانك يو بس مش هون بعدين باي
مين ما يا باي. آخر بريك بحلقة الليلة وبنرجع نحن وياكم. منتابع حلقتنا، الطلاب تواصلوا مع الجمهور بسهرة السوشيال ميديا عبر تويتر من خلال الفيديوز. غرد للطالب المفضل عندك وتواصل معه بسؤال عن هاشتاج الخاص فيه، وهو رح يجاوبك ويذكر اسمك ويرد لك التحية. خلي نجمك يلمع. يلا نسو بينا بنات متفقة نحب نقولك اللي احنا نحبوك برشا 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 واللي راك رفعتنا راسنا وراك فخر تونس. نحب نقولو لك اللي انت ستار فعلنا ديجا مهما كانت النتيجة عباس ولا هايدي ولا انت باش تاخذ اللقب، لان احنا فرحانين برشا وفرحانين بيك وان شاء الله يا رب ديما فرحان وراك فخر تونس. مرسي مرسي منال، مرسي برشا منال، مرسي مرسي، فرحتوني برشا بالفيديو وان شاء الله يا ربي تصوتوا على رقم 4 وباش يكون لقب تونس. مرسي 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 منال من صفاقس، منال من صفاقس، تحيه منال من صفاقس. فلاح في بيتي دارنا. جيران إيه بابا نهني ولدي برجوع وبترشحوا للفيلم ونشكر الشعب المغاربي الكل واللي وقف مع ولدي صوت له، ونشكر حنان اللي هي بنتنا. مروان وي لاف يو سو ماتش، شد حالك كمل الاخر. مروان يوسف ثانك يو لاف يو. هاي مروان، نحن عبد الفانز ونحن كثير بنحبك وبنتمنى انه انت تطلع الستار لانه انت بتستحق حياتي، ونحن كثير رح نصوت لك من كل قلبنا ورح نضل نشجعك لانه كثير بنحبك. نحن كثير بنحبك وان شاء الله يا رب انك تطلع ستار ابن بلدنا الحبيب. برني قلبك. برني الفهم. هاي مروان، انا اسمي اوليفر سعاده واحضرك على ستار اكاديمي، انا بحبك كثير 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 وان شاء الله تربح الفينال يا رب. برني مودالك حبيبي. يا لهوي يا رب تكون ماما يا رب. وحشتيني يا عمي فخورين بيكي. نوني لقب يا حبيبي يا رب. دودو دعاء وهايدي وهما وحشتوني. كل دول صحابي، اقرب صحاب ليا. هايدي انا محمد من السعوديه. يا كوكي احنا نحبك كثير. سلمين على علي وأنيس. من طيارة. محمد طيارة يا محمد طيارة. 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 يا روحي أمر تغنن. هايدي ومولان. أنا مريضة من مصر. يا أمرني قلبي. وغنوا لي يوبر.
طيب. شو بدنا نغني له؟ الحمد لله، فهمت هيك؟ نعم أهواه وذبحني على الذهب شارع وهو مثله يسامحني أنا أرجع لطيارة طيارة طيارة. ثانك يو. ما وراه الآن؟ ما وراه. بيسو يا ليزام الجزائر اللي راهو معاك لي زاجي كاع يصوتوا لك واقفين معاك نحبك ان شاء الله تدي اللقب لانك تستاهل عن جد انت برنس الاحساس انت الاخلاق انت الطيبه وحنا رانا فاهمين كل شيء ما تخممش نحبوك بزاف بزاف ولا ميرسي كل اهل الجزائر ميرسي انا وحبيبي I love you. I love you. اسمه سينا. سينا I love you سينا. معقول؟ بس في كنترول. قبل ما ودعكم بدي اقول مبروك لسمر علاء يلي فازت بمسابقه سي بي سي لهالاسبوع واللي رح تكون اخر ضيفه معنا باخر برايم لهالموسم. حلقتنا لليله انتهت، تابعوا دعم المشترك المفضل يلي برايكم بيستاهل يفوز باللقب. باي باي. ايش داني وعلاش مشيت غير الضر من عيونه وراه كواني ايش داني ايش داني Hello, it's me. غنقول لك شي هدرة واش كتسمعي وسنة سعيدة واغيب القاعدة أي سنة سعيدة أيوة واغيب القاعدة أيوة عشطة جديدة وحلوة لذيذة وغني ومعايا وغني